لدكتوره سوزي. برحب بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بيكي. يعني بالتاكيد انا عايز اسالك، انت مستبشره خير باللجنه دي؟ هل ليكي اي تحفظات او ملاحظات وشايفه المساله هتمشي ازاي؟ شوفي حضرتك، هو الحكم على ان اللجنه مثلا ممكن ما تنجحش او ممكن ما تحققش غرضها، طبعا ده حكم بدري قوي ان احنا نحكم على كده، ولكن انا شايفه انه الاعتراف بوجود مشكله هو جزء كبير من الحل. يعني عظيم. انا سمع الدكتور سعد عمار، وهو حقيقه كان له دور مشكور جدا في احداث الخصوص ومناقشه هذه المشكله بشكل كبير وعرض سيديهات متعلقه بهذا الامر، وكان هناك ايضا جلسات استماع. فده جزء اساسي ومحوري من انه الاعتراف بوجود مشكله متعلقه بالاقباط في مصر، هذا جزء كبير من حل المشكله. وبالتالي تكوين هذه اللجنه امر هام ومحوري واساسي، وليس الوقوف بصوره سلبيه وننتظر ونتفرج دايما على الاحداث المتكرره من حوادث الفتنه الطائفيه التي تحدث في مصر، بتكون مشاكل. ما هي احداث متكرره وتعمل لها لجان متكرره، صح؟ كانت لجان تقصي حقائق، لكن برضو كانت بهدف الحل. احنا يعني حقيقي نتمنى ان، يعني اعتقد شخص دؤوب زي الدكتور سعد عماره، اعتقد انه وحماس الاعضاء ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين في هذه اللجنه، اعتقد انه الكل عايز يحل المشكله دي، لان الكل مؤمن بانها مشكله محوريه. كلها هتكوي بنارها. مشكلة صعبة جدا، مشكلة حلها من الأمور الصعبة مش من الأمور السهلة. يعني تقرير العطيفي اللي كان في أوائل السبعينات لم يفعل لأنها مشكلة. هتستعينوا بيه دكتورة؟ طبعا في الوضع طبيعي إن احنا هنستعين بيه. وعلى فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي يا فندم. أعضاء اللجنة بالرغم من إن هم هيكونوا ثلاثة من المسيحيين وثلاثة من المسلمين، ولكن هذا لا يعني أن باقي المجموعة بعيدة تماما عن إنها تتعاون، لأنه أنا شايفة إن ده عمل تيم وورك. لازم، لانه مش بس ثلاثه اللي هيقدروا يتواصلوا او سته، فانت عايزه عدد كبير من الاعضاء في الشورى يقدروا، كل من يستطيع ان يقدم مساعده في هذا الامر لابد ان يقوم بدوره، لانها بحقيقه الامر بالتاكيد خطوه، يعني خطوه اولى على الطريق لحل المشكله دي. انا بشكرك دكتوره سوزي ناشد.